شايفه هنيه لابسه لبس التمثيل وبتتمرن على المسرحيه اللي هيعملوها في عيد ميلادي. هاي بكر. هاي هنيه، هو انت بتعملي ايه؟ ولا حاجه. طبعا مش معقول تقولي بتقول حاجه. لا ولا حاجه. هاي بكر. هاي خالتك انا. معلش احنا رايحين لاختي في كومومبو. ياه ده مشوار بعيد قوي. سفر. ابويا هياخد همام ويطلعوا البحيره 4 ايام. ايوه ماني عرفت. قلنا ننتهز الفرصه ونزور اختي. عايز حاجه؟ مع السلامه يا بكر. مع السلامه يا بكر. مفيش مسرحيه ولا حصان، وهمام وهنيه مش هيرجعوا قبل 4 ايام. ايوه امي ناسي، مش لازم تفكريني يعني. فارس يا فارس. ايه ده انت لسه نايم؟ انت ايه اللي مصحيك في وقت زي ده اصلا؟ النهارده اجازه وانا ما صدقت عشان انام براحتي. طيب وهتصحى امتى؟ ما انا صحيت خلاص اهو. انا مش عارف هلاقيها منك ولا من نور اخويا اللي عمال بيزن طول الليل ومخليني مش عارف انام. معلش يا فارس انا كنت فاكرك صح. طب ايه هتيجي؟ لا هفطر واكل الفطير اللي بعجوة اللي جايبه من امبارح. وبعد كده؟ وبعدين هفضل قاعد على الكنبة ما اعملش حاجة. بس كده؟ لا انا افتكرت. شفتي ازاي كنت هنسى حاجة زي كده؟ قلتلك فارس اكيد مش هينسى. النهاردة بالليل اخر مباراة مسارعة في النهائي الامريكي، جون سينا هيلعب زاروك وهتبقى حكاية. هقول لأمي تشويلنا بطاطا عشان أكلها وأنا بتفرج على المصارعة. أمي أمي. هوي حبيبة. هوي حبيبة. إيه ده هي نايمة ولا إيه؟ مين؟ أني بكار. هوي يا بكار. إيه؟ بتعملي إيه؟ بتعلم إنجليزي. استنى. It is nice to see you. Me too. ها هتعملي إيه النهاردة؟ هتروحي حتة؟ لا أصل أبويا كان مسافر وهقعد معاه، وبعدين ده شاريلي 20 كتاب مكتوبين بطريقة برايل، ويمكن أقعد طول الأجازة أقرا فيهم. ومسرات أمها عزمة قريبهم عندها يومين وما بتخرجش، وهنية مسافرة لخالتها. أيوة ماني عارف. مفيش مسرحية ومفيش حصان، وفارس هيتفرج على المصارعة وياكل بطاطا.